المتحف الملكي للفن والتاريخ مرجع ثقافي وفني تفتخر به المملكة البلجيكية منذ تأسيسه عام 1880. يدعى أيضا باسم متحف سان كونتونير، وهو قسم من أقسام المتاحف الأخرى الموجودة ببروكسل. On expose les antiquités qu'on a trouvées en Égypte, au Proche-Orient, à Rome, en Grèce par exemple. Et puis on a également les cultures non européennes, c'est-à-dire par exemple les objets de culture venant du monde islamique, des Amériques, du sud-est asiatique, de l'Inde, de l'Océanie et ainsi de suite. Et en dernier lieu, nous avons également les arts décoratifs européens, c'est-à-dire la verrerie, l'argenterie, les meubles et ainsi de suite. هذا المتحف للفن والتاريخ يضم أربعة أقسام: قسم الحضارات العتيقة ويشمل الشرق الأوسط وإيران وحضارة روما القديمة والإغريقية والبيزنطية، قسم مصر القديمة ويحتوي على مجموعة تاريخية تضم 11,000 تحفة تهدي لنا متعة النظر إلى فن الحضارة المصرية يعود أصلها وتاريخها إلى العهد المسيحي القديم والفراعنة. قسم اليونان هو عالم المزهريات والتحف الفريدة من نوعها، يعود تاريخ صنعها إلى العصر البرونزي الذي اشتهر بفن الفسيفساء والديكورات، كما اشتهر اليونانيون قبل الميلاد بفن النحت على الرخام والبرونز والخشب والفولاذ، حيث كانوا ينحتون شخصيات هامة وإلهية حسب عقيدتهم وفلسفتهم بمساعدة التقنيات الهندسية والتوجيه الفلسفي. قسم روما وهو مختص بالتحف الفنية التي عرف بها الروم من مرايا ساحرة وأصنام من الرخام للقياصرة. هذه الحضارة الرومانية والتي عرفت بالمصارعين الذين اشتهروا بلقب الجلادياتور، أي مقاتل السيف أو المبارزين، كانوا معظمهم من العبيد أو المقاتلين المحترفين السجناء، فيبدعون ويبهرون الجمهور بفن القتال لقاء الحرية والشهرة، فكانت تقام لهم مواسم الحرب في روما العظيمة يترأسها القيصر. قسم البيزنطيين ومسيحي الشرق، حيث تعرض الفنون البيزنطية والمسيحية الشرقية عبر رموز ولوحات من الحرير ومادة السيراميك والتي أوتي بها من الشرق الأوسط وروسيا ومصر. L'orientation de la salle est due à trois éléments, c'est-à-dire on a voulu exprimer le lien qui existe justement entre l'Orient et l'Occident. Il faut bien savoir que pour chaque bon musulman, il faut faire le Hajj. Donc il faut voyager, et donc c'est en voyageant qu'on fait du commerce. Donc ça c'était une première approche qu'on a voulu montrer dans l'aménagement de la salle. Le deuxième élément est la recherche de la beauté dans la culture musulmane, qui est très importante. La beauté souvent en relation avec la lumière. Et troisième chose, ce que nous présentons, ce sont surtout des objets qui viennent d'un monde civilisé, urbain. Donc c'est-à-dire qu'on n'expose pas les objets qu'on a, éventuellement en moindre partie, venant des nomades ou de la vie rurale. Ce qu'on expose ici, ce sont vraiment les tout beaux objets venant donc de hauts fonctionnaires ou de certaines personnes de la cour régnant. الجدير بالذكر هي تلك الحضارات الغير الأوروبية كالحضارات الإسلامية والأسيوية والأمريكية. تاريخ الشعوب وثقافة العالم الإسلامي تعرض عبر تحف من الأندلس، هي مفخرة العرب المسلمين في ذلك العهد المجيد الذي ما زالت ترويه القصور والمعالم التاريخية بإسبانيا. وبما أن عهد الدولة العثمانية ترك حدثا من المستحيل تجاهله في تاريخ الغرب، خاصة بعد فتح القسطنطينية في يد محمد الفاتح، خصص هذا المتحف ركنا يروي مراحل المجد والازدهار والرقي الذي وصل إليه العالم الإسلامي. هندسة معمارية رفيعة تتميز بأشكال الأرابيسك والنقش على الجبس والخشب، تقنيات في تصريف قنوات المياه وتوزيع الضوء في قصور الخلافة والقلاع الحربية. المتحف البلجيكي الملكي
مرجع علمي للعديد من الحضارات الشرقية والغربية والأسيوية التي أبدعت في العديد من الميادين مثل المهندسة المعمارية والفنون. العباني محمد، الثقافية، بروكسل.